السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في قناة شاف ليلى جاستخونومي. نتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو في هذه السلطة اللي عندنا، وكذلك نقول لكم الملاحظات اللي غادي نوجهها لكم باش تقدروا تحضروا هذه السلطة بأسهل الطرق، فكنتمنى إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديالي وكذلك أول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو، نتمنى أنكم تضغطوا على زر الاشتراك أبوني أو سبسكرايب، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكذلك الناس اللي هما انضموا جداد عندي في القناة نقول لكم مرحبا بكم، تشرفت انكم انضميتوا للقناة ديالي، وكنتمنى ان شاء الله تلقاو كل ما كيسر القلب ديالكم وكل ما كتحتاجوا يكون موجود في القناة. اذا كيف كتشوفوا عندي هنايا سلطة رويال او سلطة ملكية اللي كنوجدوها هكذا للمناسبات وال يعني الحضور، او لا كان عندنا شي مناسبة كبيرة غيره. كان بالنسبة لهذه السلطة فهي كتحتاج وقت كتير، ويعني وقت كبير جدا، وكذلك تحضيرات كتيرة وأشياء كتيرة اللي ممكن أننا نحضروها. فباش نقسمو الوقت ديالنا ومن يعني ما نتحزوش في الوقت ويجينا هاد شي صعيب، فكنخصو نهار قبل ديال التقدية. مثلا إلا عندنا العرضة اليوم كنفكرو في هاد الشي قبل بيومين، نهار كنخصو فقط للتقدية وكنحتاجو أي حاجة خديناها يعني تكون عندنا في الدار، ونهار قبل من العرضة فكنحضروا جميع الأشياء. مثلا للسلق يعني نسلقوا الخضرة ديالنا، نبخروا إلا كان شي حاجة ما تبخر، كل الأشياء نوجدوها قبل بنهار باش نهار العرضة كيحتاج فقط أننا نديروا اللمسات الأخيرة اللي غادي نحضروا فيها هاد السلطة. لكن هي كتشوفوها أنها كبيرة، بس الطريقة ديالها سهلة جدا جدا جدا، وكذلك يعني إلا نظمنا الوقت ديالنا غادي تجينا هذه السلطة اللي هي سهلة وممكن نحضروها بسهولة. فكنتمنى إن شاء الله يكون الفيديو يروق الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أنكم تشاهدوه للأخير، ولا عندكم شي تعاليق ولا عندكم شي ملاحظات خليوها لي في الكومنتير، فندوز على بركة الله طريقة التحضير وكذلك المقادير في نفس الوقت. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. فاول حاجه غادي نوجدوها هي لاصوص اللي غادي نديروها في السلطه ديال الرز. فعندي هنايا جبن كريمي اما كيري او ممكن نستعملو فيلادلفيا الا كانت موجوده، وكذلك عندي معها واحد جوج ديال القطع ديال الجبن مثلثين او مربعين حسب الاختيار. عندي المايونيز، عندي الياغور طبيعي او دانون مسوس، كذلك عسل حامض، شويه ديال زيت زيتون، وشويه ديال لاصوص صوجا. عندي هنايا بصله صغيره مفرومه ناعم، عندي قليل من الثوم فقط درس واحد حكيته، وشويه ديال المعدنوس، وهادو هما المكونات. وطبيعه الحال ما نساوش الملحه اكيد، ممكن نضيفو كذلك قليل من الفلفل الاسود حسب الاختيار، ونتلاقاو باش نخلطوها ونكملو بريباراسيون ديال الصاله ديالنا. اذا غادي نوضع المايونيز، تقريبا واحد جوج معالق كبار. غادي نوضع الجبن، تقريبا تما جوج معالق كبار. الياغور طبيعي او دانون مسوس، نوضع تقريبا علبة او لا جوج العلب، علبة قل شي حاجة. غادي نضيف هذاك الدرس ديال التومة والبصلة سواء الحمراء او لا البيضة، او لا كانت عندنا حتى البصلة الصغيرة نقدروا نستعملوها، كذلك المعدنوس، شوية ديال عصير الحامض، قليل من زيت الزيتون، شوية ديال صلصة الصوجة، والملح بطبيعة الحال حسب الذوق، وكذلك شوية ديال الفلفل الأسود. وكاينين واحد الأعشاب اللي هما خاصين بالسلطة، أنا ما متوفرينش عندي دابا، راهم كيتباعو في كافور، كذلك ممكن تضيفوهم لأنه فعلا كيعطيو واحد البنة مغايرة، يعني كتختلف 100%. صافي غنخلط هاد لاصوص
مرة ديالها وندوزو باش نحضرو السلطة ديال الروز. بالنسبة للسلطة ديال الروز فعندي انايا هنا كمية ديال الروز تقريبا واحد نص كيلو. الوغ باش ما نطولوش الفيديو ويكون طويل بزاف فمراحل موضحة بطريقة بسيطة. عندي الروز كنسلقو مع الماء والملحة، خيزو مقطع على هذا الشكل مسلوق كذلك الماء والملحة. عندي فلفلة خضراء مقطعة وفلفلة حمراء كذلك مقطعة، جلبانة مسلوقة مع الماء والملحة. وباش نحتفظوا على اللون ديالها فإن فوا كتسلق لينا كيكون عندنا ماء فيه تلج كنحيدوها من الماء سخون وكنوضعوها في الماء بارد باش كيتوقف ليها يعني الطياب ديالها وكتحتفظ باللون ديالها. عندي هنايا كورنيشو ولا مخلل الخيار مخلل مقطع على هذا الشكل. عندي كذلك طون علبتين ديال الطون اولا التونه، وعندي علبه ديال المايس اولا الذره، وطبيعه الحال الصلصه اللي حضرناها مع بعضياتنا. فهادو هما المكونات وغادي نخلطوهم كذلك مع بعضهم. اذا في اناء غنوضع الروز ونضيف ليه باقي المكونات مثل الطون. الطون كنخليو شويه ديال الزيت ديالو لانه كيكون منسم، فقط القليل لانه ديجا عندنا حنايا لاصوص راه فيها الزيت. غنوضع الكورنيشو الذرة ولي عندكم حتى الزيتون خضر تقدروا تستعملو، تخطروه هكذا طريفات صغار وتستعملوه مع هاد السلطة. عندي كذلك جلبانة أولا البازيليا وغنضيف هنايا هاد المكونات. فكيف قلت لكم عندي هنايا خيزو وعندي فلفلة ألوان الحمراء والخضراء. صافي هادو هما المكونات كلهم. غنضيف الآن الصلصة اللي حضرنا من قبل ونخلط هاد المكونات كلها مع بعضها. ومن طبيعة الحال من بعد ما نخلطوه فكنشوفو واش خاصنا الملحة ولا خاصنا الحامض نزيدوه، يعني حتى كنخلطو عاد كنشوفو اشنو مازال خاصنا نقدرو نزيدوه. فنكمل انا على هذا الشكل نخلطها ونعاودو نتلاقاو. اذا هذه هي الصلاه ديالنا من بعد ما خلطنا، انا ما زدت حتى شي حاجه نهائيا. هذيك الصلاه اولا لاصوص اللي وجدنا مع بعضياتنا ما ضفت لها لا ملحه لا زيت لا حامض لا حتى شي حاجه، جات يعني يلاه يلاه وضفتها كامله. بالنسبه لهاد الكونتيتي اللي عندي انايا ضفتها كامله. فغنخلي هاد الصلاد على جنب وندوز نكمل معكم الاشياء الاخرى اللي غنحتاجو للصلاد. اذا المكونات الاخرى اللي غادي نحتاجو فانا هادو بطبيعه الحال وجدتهم من قبل راه كيف ما قلت لكم سابقا. عندي هنا خيزو مقطع على هذا الشكل ومسلوق في الماء وملحه، كذلك هذا وهذا باش نحتفظوا على اللون ديالو من بعد ما تسلق ديريكت في الماء فيه الثلج باش كيحبس هذيك الحراره ديالهم وكيحتفظ باللون ديالهم. عندي الباربا مسلوقه حتى هي في الماء والملحه. عندي القرعه بليتو لوبيا خضراء حتى هي مسلوقه في الماء والملحه. عندي بطاطا مقطعه على هذا الشكل ومبخره، ما كنسلقهاش انا البطاطا. عندي بطاطا صغيره هنايا، عندي شويه ديال ليشو الاحمر اولا الكروم. بالنسبه لهادو فما غنحتاج لهم حتى شي حاجه كثيره. الملحه اليبزار الملحه الابزار والزيت الزيتون والحامض فقط. هاد البطاطا غادي نضيف لها هاد فيلادلفيا اللي بنكهه الفلفله والبصله، ومن طبيعه الحال الباربا غنضيف لها شويه ديال البصله مقطعه صغيره وواحد ريس ديال الثومه. المهم هاد المراحل غادي تشوفوها مع بعضياتنا. وهاد البطاطا الصغيره غادي ندوزها في المقله مع شويه ديال الزبده ومليحه وبزيره. اذا هنايا انا ضفت
شويه ديال البصله، شويه ديال الثومه، غنضيف قليل من زيت الزيتون، الملحه، الابزار حتى هو شويه، وشويه ديال المعدنوس، الحامض، صافي ونخلطهم مع بعضهم. بغيت نوريكم واحد الطريقه اللي هي سهله، الا ما بغيتوش تخلطوا بيديكم فكتسدوا الطاسه وكتحركوها بهذا الشكل وكتصبح عندنا جاهزه ومخلطه. اذا هذه نخليوها على جنب. هنا كيف ما قلت لكم غنضيف فقط الابزار، زيت الزيتون، الحامض، وملحة، صافي ونخلطهم مع بعضياتهم. البطاطا غنضيف ليها شويه ديال الابزار، كذلك زيت الزيتون، شويه ديال الحامض، مليحه، وهذاك الفرماج اللي قلت لكم اللي هو ديال فيلادلفيا. اوكي، وغنضيف شويه ديال المعدنوس. ونخلطها حتى هي مع بعضياتها. بالنسبه للوبيا نضيف لها كذلك شويه ديال الحامض، زيت الزيتون، الابزار، مليحه، صافي ونخلطها مع بعضياتها. ممكن نضيفوا لها شويه الزعتر الا بغينا، فقط القليل حتى هي كتعطي واحد النسمه زوينه في اللوبيا الخضراء. ونخلطوا مع بعضياتها مزيان، وهكذا تكون عندنا واجده. ندوزو للمكور، حتى هو غنديروا له نفس الشيء، زيت الزيتون والحامض، ابزار او الفلفل الحار، وشويه ديال الملحه، ونخلطوه مع بعضياتها. الوغ بالنسبه لهذا البطاطا الصغيره، فعندي هنايا مقله وضعت فيها زيت الزيتون، غنوضع فيها هذه البطاطا ونرشها بالابزار. اوكي، شويه ديال الملحه، غير شويه لحقاش غنوضع هاد التيرياكي صوص بحال صلصه الصوجا، غير هي ناقصه شويه ليها بالملحه. وغنضيف ليها شويه ديال الزعتر، والقليل من البصل المجفف، صافي غنخليها حتى كتشحر مزيان هاد البصله عاد نزولوها هاد البطاطا عفوا. اذا من بعد ما انتهينا من التحضيرات ديال الشلاضه ديالنا، فغنبداو ان شاء الله باش هكا نوجدوها في صحن تقديم. عندي هنا واحد الطبسيل كبير، يعني من الاحسن انه يكون كبير بزاف، وواحد السيركل اللي غادي نوضعو في الوسط ديالو الشلاضه الاولانيه اللي حضرنا مع بعضياتنا ديال الروز، نوضع هكا في الوسط، غنعمر هاد السيركل مزيان، وغادي نبدا نضغط عليه بالمعلقه ديالنا. ضروري ما نضغطو عليه مزيان حتى وكان هذاك الروز يشد مزيان في هذاك السيركل، باش ملي نزولو ما طيحش لينا هذيك الشلاضه ديال الروز، تبقى قابطه لا فورم ديالها.
وغنوريكم واحد لاستيس واحد اخر، هو انه كناخذوا بلاستيك غذائي كنوضعوه على يدينا بهذه الطريقه وكنبداو نضغطوا مزيان على داك الشلاضة. اولا البلاستيك كيساعدنا اننا ما نخليوش لا تراس ديال المعلقه في الروز من الفوق، وكذلك ما كاين ما احسن من اليد اننا نضغطوا عليها مزيان باش نتاكدوا انه ما غاديش يطيح لينا هذاك الروز ديالنا. انتم كيف كتشوفوا كيجي واحد السطح اللي هو ملس، فغادي نزولوا السيركل ديالنا غير بشويه. فوالا نقادو الجوانب ديالو بهذا الشكل. الوغ هنا عندي الخص العادي وعندي كذلك الخص الاحمر. اوكي غادي نبدا نفرش هاد الجوانب ديالها، غادي ناخذ فقط القياس اللي غادي نحتاج والباقي غادي نزولو من التحت، وكذلك كيكون في نفس الوقت كنقص هاد العود اللي هو تيكون غليظ هنايا هانتوما كيف كتشوفوا، كذلك غنقص منه واحد شويه، غنكمل الدوره ديالي كامله ونعاودو نتلاقى. فمن بعد ما كملت هاد التستيفه ديال الخص غادي نبدا نوضع هذوك الخضر اللي حضرنا من قبل مع بعضياتنا. غنبدا باول حاجه باللوبيا الخضراء، غنوضع كميه في هاد البلاصه. اوكي وكميه في هاد البلاصه وكميه هنايا، يعني بحال هكا كنوضع الربع ديال الحاجه في كل جهه، يعني بحال هكا ندير واحد المثلث. غادي نتبع الان بالجزر، غنوضع كذلك شويه هنايا شويه في الناحيه الاخرى هنا، و شويه في هذه الجهه الاخرى هنايا. وغادي نتبعها دابا بالبطاطا، نوضع شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. ودابا غادي نوضع الباربا، كذلك القليل في كل بلاصه. الوغ كملت الدوره ديالي، بقاو لي جوج ديال الجوايه اللي هما فارغين، غادي نوضع فيهم هذوك البطاطس على البطاطا الصغيره. اوكي بهذا الشكل. وهكذا غادي نكون كملت الدوره ديال الخضره ديالنا كامله، وغندوزو باش نزينو الوسط ديال الشلاضه. بطبيعه الحال التزيين كيبقى حسب الاختيار وكذلك حسب المتوفر عندنا. فاول حاجه غادي نبداو بها عندي هنايا فرماج احمر محكوك، غادي نرشو هكا من الفوق. ثم في الوسط غادي نزين بالسوشي اللي انا حضرته كذلك في البيت، ان شاء الله نقدموه مع بعضياتنا من بعد. ف غادي نوضعوه في الوسط على هذا الشكل، نحاولوا نجيبوا به الدوره كامله على هاد الروز اللي حضرنا. فمن بعد ما ستبت هذاك السوشي كان عندي واحد شويه ديال الكروفيت لان سوطيته فقط في زويته وملحه وابزار. اوكي
عندي هنايا انصاف ديال الخيار اللي انا قطعته وخويت ليه الوسط ديالو، غادي نوضع فيهم واحد الكريمه ديال الافوكا اللي هو خديت افوكا مع اسبوع ديال السوريمي، شويه ديال الموتارد، كذلك مليحه وبزار، وشويه ديال عصير حامض، وجوج ديال المثلثات ديال الجبن سواء مثلث او لا مربع اللي حبيته. انا فقط اختصارا للوقت وكذلك باش ما نطولش لا فيديو، فانا هادشي حضرته من قبل، كنوضعه في واحد البوش ادوي، وكذلك كنوضع واحد الراس ديال بوش هكا يكون مسنن، وغادي نوضع هاد الكريمه في وسط الخيار بهذا الشكل صافي، ونكمل الدورة ديالي كاملة. واحد الإضافة اللي هي نسيتها أنا، مشات لي من بالي كاع مرة، اللي هي المكور فمن كثر التحضيرات يعني الواحد كيتلف، ما شاء الله السلطة اللي هي غنية وكثير فيها هاد الأشياء، فأنا وضعت لها واحد هكا ثلاثة ديال البلايص اللي غادي نحط فيها هاد المكور ديالنا. اوكي، ثم عندي لي طوماط سوغيس صفراء وحمراء اللي مغسولين بطبيعه الحال من قبل، وقطعتهم على جوج، غادي نستفهم هكذا في الوسط يكون يجيو دائريين. فكيف كتشوفوا كملت الدوره ووضعت واحد نص بيضه اللي مقطعه على هذا الشكل في الوسط. دابا غادي ناخذ، عندي هنا واحد العويدات اللي انا وجدتهم من قبل فيهم سوريمي وفرماج حمر وكذلك كاشير حمر، غادي ناخذ واحد لادانت فيمي على هذا الشكل اوكي، وغادي نوضع فيه هاد العويد ونحطو هكا في شي هكا في الجوانب. وبهكذا تنكونوا كملنا السلطه ديالنا، كتجي على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاستحسان ديالكم وكذلك الافكار اللي عطيتكم طرق الدهن ديالكم. كنتمنى كذلك تدعموني بالضغط على زر الاشتراك، ابوني او سبسكرايب، وكذلك فعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تخليوا لي لايك وكذلك كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو الى عجبكم. فخليت لكم راحه الى فيديو قادم ووصفه قادمه باذن الله.